مشاهد قاسية لواقع أقصى، نهاية غير سعيدة فرضت على كائنات ضعيفة، تألمت، خافت، ورحلت. وبين كل مرحلة وأخرى لم تتمكن من إيصال صوتها وطلب المساعدة. معظم هذه القطط تجد نفسها داخل مجتمع لا رحمة فيه منذ أسابيعها الأولى. 80% منها تموت بأبشع الطرق، إلا من صادفت منها أشخاصاً رحماء تخاطب قلوبهم اللينة الهينة هذه الكائنات الضعيفة بلغة الرحمة لا بالكلمات. الرحلة ديالي أول مرة في 2014 وربينا أول قط عندنا في الدار، كان سميتو أليكس، ودوز معنا 3 سنين ويجيه واحد المرض جاه الكونسير. وأنا يا ما كنت ديك الساعة كنعرف حتى شي حاجة على القطوط، حتى شي حاجة. بديت نحط في فيسبوك كيفاش نعاونو، وراوني الناس معهد الزراعة والبطارة، ديتو تما أول مرة تما باش تلاقيت بالفيتيرينير اللي كانت عامل معاه جوسكا ماتنون، اللي هو بروفيسور بوعياد، هو اللي دار ليه تما لوبيراسيون. موراها بقى معانا عامين وهو يموت، ولكن في هذيك العامين عاد وليت نعرف راه القطط تيمرضوا وخاص لي يعاونهم، سيرتو القطيطات ديال الزنقه. هذاك القط الاول هو اللي عرفني بالعالم ديال الحيوانات. هذه شيرلي، هذه كان العام اللي فات في شهر 5 الى عقلت، عضها كلب في الزنقه وكانت حامله. ملي ديناها للطبيب قال لنا بلي تهرس ليها العمود الفقري وليداتها ماتوا ليها في كرشها، بقات عنده شي دي جوغ بيد ما داواها، ولكن ما عندهاش امل باش ترجع تمشى، غتبقى ديما مشلوله. هاد القطيطات هادو هما وليداتي، كل واحد عشت معاه القصه ديالو من اول مره لقيتو حتى جمعتهم كاملين في هاد الدار هادي. كل واحد عنده قصه، وكاملين كانوا عند الفيتيرينير، كل واحد مضروب من بليصه، كل واحد مسكين كان عنده واحد الماضي خايب في الزنقه. ديكو جمعتهم كاملين وجمعتهم عندي في هاد الدار هادي باش يلا نقابلهم ونتهلا فيهم. كان مسكين الناس. هذه هي اخر كا جبت عندي للدار. هاد لوكا كانت لقاتها واحد البنت كنعرفها في مدينه كازا، كان واحد لو فيروس ديال كاليسي اللي كلا ليها فمها وعينيها، لا ماشوار كامله ما كانتش عندها، نص فمها ما كانش عندها. انا ملي شفتها في حال هكا تواصلت مع واحد الطبيب بيطري في مدينه كازا، خلاها عنده رمضان كامل باش يلاه ولات في هاد ليطا هادي. وكما كتشوفي راه مازال عيانه، مازال ما براتش 100%. كما شفتي راه عوينام ديالها صافي مشات، ولا ماشوار ديالها راه كما كتشوفي مازال ما براتش 100%. هاد العوينه هادي صافي ولات عندها عميه، ما بقاتش كتشوف بها في مره. قال لي الطبيب كاين امل، كما قلت لك باغابوغ للنهار الاول راه فيه نسبه تحسن ديالها 80%.
الأمياء تلاقيت بها أشكون دابا شي 6 سنين ولا 7 سنين. أول مرة تلاقيت بها لقنا قط ولقيت ونيت في هاد البلاصة، كانت الحالة ديالو غاف. صورتو ليها، ماشي صورتو، صورتو حطيتو في جروب، وهي شافتو هضرات معايا. ملي هضرات معايا قالت لي ديال الطبيب صافي. ملي ديتو للطبيب دوزنا ليه، للأسف مات، ولكن بقات علاقتي أنا وياها من مورا داك القطيط، بقات العلاقة ديالي أنا وياها مع بعضياتنا. والحمد لله هاد الإنسانة زعما ما عمري ما شتمنا شي حاجة خايبة، كنلقاها في الخايبة وفي الزوينة. تقدر تعيط عليها في أي وقت بالليل، في أي وقت ديال بصح، وغتعيط عليها تقول لها كاينة واحد لوكاها شنو غتقولك ديال الطبيب. راه شابو ليها، أنا بعدا كنحييها حيت تبارك الله وصل عندي في الجروب، كتلقاها ديما حاطة الحالات، أي حالة كتقولك ديها ما كتهمش، وكتقولك صوري لي لا فاكتور وكتحطها من غير الصالير ديالها اللي زعما كيمشي في المشاش. كاينين الناس الحمد لله كيعاونوا. اللي تيخليني نساعد لمياء هو اننا كيجمعنا حاجه وحده، حبنا لهاد القطط، حبنا لهاد الحيوانات هو اللي كيجمعنا. هي كتكون خدامه، انا كنكون ديسپونيبل، ماشي مشكل. كاينين الناس وحده اخرين حتى هما عاوتاني كيكونوا ديسپونيبل كيعاونوا. حنا دايرين بحال واحد تران، واحد كيجر واحد باش نعاونوا هاد الحيوانات. أصعب حاجة اللي خصني كل شهر نوفر لهم فلوس ديال الكرا فين عايشين، فلوس ديال الماكلة، فلوس اللي تيغ، سيغتو إلا مرض لك شي قط وخاصك ديه وخاصك تعتني بالقطط الأخرين، شوية صعيبة. ولكن الحمد لله معايا بابا، معايا شي بنات صحاباتي كنتعاونوا عليهم. بحال دابا قطيطاتي المصروف اللي خاصهم في النهار هو 150 درهم، ما بين لي باتي، ما بين كناخذ لهم الدجاج، كناخذ لهم الحوت. و 150 درهم هذه اقل حاجه، بلا ما نحسبوا لي تيغ، بلا ما نحسبوا الى مرض لك شي قط وخاصك دير للطبيب. هادشي ولا ديال لي ريزو سوسيو، الناس ولاو كيعرفوا بلي حتى الحيوانات عندهم حقوق، كاين قوانين كتحمي الحيوانات. ولينا كنشوفوا مؤخرا بلي القانون طبق في زوج حالات، واحد الحاله ديال واحد السيده اللي عطات الكلب القطه ديالها لواحد الكلب كلاها، فكما شفنا راه حتى هي حكموا عليها. وواحد لوكا اخر ديال واحد السيد شد قطه وزدحها مع الحيط حتى هي في مدينه تطوان، حتى هي حكموا عليه باش يدوز جو بونس 2 ولا 3 موا ديال الحبس. وانا دفعت باش نولي جمعيه باش انا نزيد في هاد الشيء، وباش الناس يعرفوا بلي راه كاينين الناس اللي كيحميوا الحيوانات. كنتمنى انه في بلادنا في المغرب، انه كل مدينه عندنا في المغرب يكون فيها اسوسياسيون خدامه من نيتها، ويكون عندنا ان ريفوج اللي يجمع هاد القطيطات كاملين، بحال كلينيك، بحال مستشفى اللي شي واحد محتاج وما عندوش الفلوس يقدر يمشي يداوي القط ديالو فابور، ولا ملي يلقى شي قط في الزنقه يمشي يداوي. خوف ديالي هو شي نهار مالي نضار يقول لك لا ما بقيناش باغي القطوط، فين انا غادي ندير هاد القطيطات ديالي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.